وقال الطبلاوي، الطبلاوي اللي هو نصر الدين الطبلاوي ده مات في القرن العاشر الهجري، وكان من اقران والد الشيخ شمس الدين الرملي، مصري برضو، الشيخ نصر الدين الطبلاوي. اوعى تفتكر الطبلاوي المقرئ بتاع اليومين دول، دول بتوع زمان من حوالي 400 سنة، الشيخ نصر الدين الطبلاوي. وكان من اقران الشيخ احمد الرملي اللي هو والد محمد شمس الدين الرملي. بالرغم من كده كان يحضر دروس شمس الدين الرملي اللي هو من دور اولاده، فلقوه هو راجل شيخ كبير كده، علامة كبير، يقعد يحضر كده في الاخر ويدارى ورا عمود كده عشان يحضر ايه دروس الشيخ محمد شمس الدين الرملي. فبيسألوه قال والله اني استفيد من هذا الفتى، وعشان كده بيحضر دروس. ومات الشيخ الطبلاوي في اواخر القرن العاشر الهجري. فقال الطبلاوي ايه بقى؟ وقال الطبلاوي ان نسب الحمل اليه بان كان الحامل للمصحف صغيرا حرم والا فلا. يبقى الطبلاوي ريح المشكله، قال تفصيل تاني. الامام النووي قال لا يحرم مطلقا، الامام شمس الدين الرملي قال لا يحرم مطلقا حمل حامل المصحف. ابن حجر قال فيه تفصيل الامتعه، الشيخ الطبلاوي قال لا احنا ننظر للمحمول ده، اذا كان صغير غير مميز يبقى هنا الحمل للمصحف اساسا، فهمت ازاي؟ يبقى يحرم، ولو كان كبير يبقى مش مشكله والا فلا. وكذا خريطه، وكذا خريطه وصندوق فيهما مصحف. خريطه يعني ايه؟ يعني زي ما تقول ورقه جلات كده وانا لافف فيها المصحف، واخد بالك؟ يسموها خريطه. او مثلا صندوق خشب كده وانا حاطط فيه المصحف، يبقى يحرم برضه حمل الخريطه والصندوق. اي كيس ان اعد له عرفا، بحيث الكيس ده يبقى معروف ان ده كيس مصحف، كل الناس تشوفه حتى لو مش مصحف يقول لك ده كيس مصحف، هات المصحف عشان احطه لك فيه، يبقى ده معروف عرفا عند الناس. اذا كان اعد له عرفا يبقى ايه؟ ولاق به، يعني ولائق به، يعني يليق بانه يبقى كيس للمصحف كده، مش حاجه مقطعه ولا عليه قاذورات ولا هو من حاجه رديئه، يعني يليق بالمصحف. لا نحو تليس وغرارة، يعني مش عارف انت اما التليس والغرارة دي زي ما تقول جراب، واحد عنده جراب كده بيحط فيه كل حاجته وامتعته، او مثلا شنطة العدة لما يكون واحد يكون ايه عامل ولا نجار ولا سباك عنده شنطة العدة بتاعته، بيحط فيها العدة بتاعته ويحط فيها سندوتش ويحط فيها حاجة ويحط معاه مصحف عشان لو راح ما لقاش شغل يقعد ايه يقرأ قرآن مثلا، يبقى ايه ما يحرمش هنا بقى، هنا لا يحرم انه يحمله في تليس او غرارة، يعني جراب او شيء من هذا، فلا يحرم، فلا يحرم الا مس المحاذي للمصحف فقط. يبقى لا يحرم الا مس المحاذي بس للمصحف فقط، لكن طول ما هو موجود عليه يمس الحاجات البعيدة، يعني مد ايده في شنطته ياخد المتاع بتاعه طالما بعيد عن المصحف، فهمت ازاي؟ يعني محطوط المصحف في ركن في الشنطة كده وهو عايز متاعه، ياخد متاعه من الحته البعيده عن المصحف، لكن هيضطر بقى ياخد حاجه قريبه من المصحف وايده قد تمس المصحف، يبقى يتوضى بقى. فهمت؟ طب افرض مش قادر يتوضى يتيمم. يلا علشان يسهل على نفسه. التيمم اصله سهل، بيضرب ضربه بنيه الاستباحه، بيقول بسم الله نويت فرض التيمم، ويضرب ضربه ويمسح وجهه، ويضرب ضربه ثانيه ويمسح دراعه كده ودراعه كده. خلاص في لحظه. مش هتاخد منه وقت. وبعدين بعد كده يا مستر المصحف اتفضل يا سيدي. ما هو انت حاطه في امتعه، ما احنا قلنا انت شايله معاك في امتعه، يعني معاك كتب الثانيه كتب العلوم والجغرافيا والعربي، خلاص ما فيهاش حاجه، يبقى شايله في امتعه. لو هتضطر تطلع بقى المصحف لوحده في حصه القران يبقى تروح تتوضا. ما تيسرش تتيمم، لان هما بيخففوا للمتعلم شويه، يعني في فتره تعليمه بيخففوا الحكم معاهم شويه. فلا يحرم الا مس المحاذي للمصحف فقط. وقوله وصندوق بضم الصاد وفتحها، صندوق وصندوق، ويقال بالسين والزاي، زندوق صندوق يعني بالسين او الزاي، كلها لغات، كما حكى
كما حكي عن ابن سيدة وغيره، ولا بد أن يعد له، أن يعد له ويليق به عرف. يعني لابد أن الصندوق ده يكون معد للمصحف ويليق بأن المصحف يتحط فيه، مش صندوق خشب مكسر ومبقع وتقول لي ده لا، يبقى يليق بالمصحف، بخلاف صندوق أمتعة أو ما كانوا زمان كده يبقى في صندوق خشب كده قبل الشنط والحاجات دي ويشيل فيها أمتعته وهو فاضي زي الرزية، فما بالك يملاه كمان. ناس صحتهم حلوة بقى، يأكلوا أكل حلو مش ملوث، وكان حتى الحاجة اللي يحط فيها أمتعته وهي فاضية تقيل. شفت أنت الصندوق ده عند جدك؟ أكيد كلنا شفناه عند أجدادنا، تلاقي صندوق خشب كده ما تعرفش تقطعه وهو فاضي، كانوا يحطوا كمان فيه الأمتعة بتاعتهم ويشيلوه. يبقى إيه إذا كان صندوق للأمتعة ده بقى ما فيهوش المشكلة، لكن لازم لو كان صندوق معد للمصحف هو ده بقى فيه التفصيل إن لازم يبقى متوضي أو كده. بخلاف صندوق أمتعة وخزانة ولو في غير حائط، ولو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس شيء من الكرسي، على ما قاله ابن قاسم ونقله عن الرمل والطبلاوي، واعتمد الزيادي كابن حجر أنه يحرم مس. طب افرض المصحف محطوط على الكرسي بتاعه، الجنب يحرم عليه مس كرسي المصحف كمان، مش المصحف، حتى كرسي المصحف، ولا يزقه كده ولا يمس، ده لو جنب. طب ولو كان مش جنب، محدث حدث أصغر، فيها خلاف هل له أن يمس كرسي المصحف ولا لا. ابن حجر الهيتامي والزيادي قالوا يحرم، وغيرهم قالوا لا يحرم مس كرسي المصحف. خدت بالك اللي بالنسبة للمحدث حدث أصغر. على ما قاله ابن قاسم ونقله عن الرملي والطبلاوي، واعتمد الزيادي كابن حجر أنه يحرم مس، وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون غيره. القليوبي قال إيه؟ قال آدي كرسي المصحف أهو وعليه المصحف، يبقى ممكن أمس كرسي المصحف في الحتة البعيدة عن المصحف، لكن ما مسش كرسي المصحف في الحتة القريبة. يبقى في كرسي المصحف في ثلاث أوجه، ناس قالوا لا يحرم مطلقا، وناس قالوا يحرم مطلقا، وناس قالوا يحرم مس القريب دون البعيد، يبقى فيها ثلاث أوجه. فهمت ازاي؟ هذا بالنسبة للمحدث حدث أصغر، والمحدث حدث أكبر بالإجماع لا يمسه لا القريب ولا البعيد. فهمت؟ ويحرم وضع شيء على المصحف كخبز وملح. ما ينفعش أحط المصحف كده وأحط عليه سندوتش وأحط عليه عيش وأحط عليه أي حاجة، حرام تفضل. يبقى يحرم، يحرم وضع شيء على لان ده في نوع من الاهانه، هعمله رف يعني؟ مش كده، ما ينفعش. كنت قاعد في الحرم المكي من عده سنوات في رمضان، واحد قاعد جنبي مصري وهابي ومربي دقنه قد كده، ويقول لك اوعى تقول سيدنا محمد. طب كويس ما يجراش، مش هنقول سيدنا محمد، ما تقولش احنا بنقول سيدنا، ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. قاعد حاطط المصحف وقرب المغرب، كنا في رمضان في الحرم المكي، حاطط التمر على المصحف. فانا قاعد جنبه كده قلت له شيل التمر ما تحطوش على المصحف، يا نص عليها الشافعي. قال لي الشافعي ده دي نعمه ودي نعمه، صور بقى والله يقول لي كده، يقول لي التمر ده مش نعمه والمصحف نعمه، نعمه مع نعمه، ايه المشكله بقى؟ قلت له كده خليته كانه رف ولا نمليه كده لا يصح، لا شك ان نعمه المصحف اعلى من نعمه التمر، والنعمه دي والمصحف ده كلام الله، والتمر ده فعل الله، فرق بين كلام الله صفه من صفاته وافعال. المهم ما رضاش برضه يسمع كلامي خالص، وفضل حطه كده اهو، سبته بقى، ما هو بيقول لك ما تجادلش بقى في الحرم، سيبناه. لكن شوف يجيز وضع الحاجه على المصحف ولا يجيز قول سيدنا محمد، حاجه غريبه الشكل. فبيقول لك اهو ويحرم وضع شيء على المصحف كخبز وملح لان فيه ازراء وامتهانا له. انت ترضى تحط سندوتشك ولا التمر على البدله بتاعتك وانت لابسها كده؟ ترضى؟ والله لو ابنك حطها يمكن تضربه بالقلم، يا ولا هتوسخ لي هدوم يا ولا، مش كده؟ طب اشمعنى بترضى في المصحف ولا ايه رايك؟ يعني الحكايه واضحه. ولو وضع المصحف في الرف الأسفل من الخزانة، يعني خزانة زي الخزانات اللي عندنا دي مثلا فيها أرفف،
فحط المصحف في الرف الاسفل وحط الحذاء في الرف الاعلى. ما يضرش، مش حرام، قد يكره لكن مش حرام، لان في فاصل. فهمت ازاي؟ ولو وضع المصحف في الرف الاسفل من الخزانه والنعل ونحوي في الرف الاعلى لم يحرم، ومثله ما لو وضع النعل وفوقه حائل كفروه ووضع المصحف فوق الحائل بخلاف العكس. يعني حط المصحف، حط الحذاء بتاعه وحط فوق الحذاء كده ايه العمه بتاعته او الشال بتاعه، وبعدين حط مصحفه فوقيه وصلى ما يجراش حاجه، حط حائل كده. بخلاف العكس، اما يحط المصحف الاول وبعدين يحط الحائل العمامه بتاعته ولا الشال بتاعه وبعدين يحط الحذاء فوق ده كله، ما ينفعش. فهمت بقى المساله؟ ما يجراش حاجه، ما هي الدرج زي الرفوف، رف فيه المصحف ورف فيه حاجات الكمبيوتر، ما فيهاش حاجه. لو عكس زي ما قلت لك، يعني حط بقى الحذاء فوق الفاصل اللي هو الفروه او الشال وبعدين الحذاء، واخد بقى، وبعدين المصحف، ده امتهان. يقول ايه؟ بخلاف ما لو عكس، لأن ذلك يعد إهانة للمصحف، ويحرم تصغير المصحف. يعني كل ما المصحف يبقى صغير كده يحرم تصغيره، يعني لأنه التصغير نوع من الامتهان، كانوا يحبوا يكبروا المصاحف زمان. والله الوقت من أجل، إذا كان من أجل الجيب ويسهل قراءتها يبقى لا تحرم، تكره. تكره، ايوه، اذا زالت الحرمه تبقى القراءه. واخد بالك؟ ليه بقى تكره؟ لان صغر حجمها يجرئ على حملها في كل مكان ولو في غير وضوء، فقد يؤدي الى الامتهان ولو بعد حين. خدت بالك؟ لكن كل ما الواحد لو اضطر يبقى يشيل المصحف في جراب جلد، وجراب الجلد يكون ليه سوسته بحيث حتى لو وقع عليها ميه ولا بتاع يبقى في حائل، يبقى حاميها. خدت بالك؟ ويحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص، وإن قصد به التعظيم. وقال بعضهم لا يحرم لأن ذلك من جهة اللفظ فقط. يبقى مش أنت مع بعضهم اللي قال لا يحرم، وقال إذا انتفت الحرمة تبقى الكراهة ولا يحل محلها الإباحة؟ خلاف عند الأصوليين كبير. فهمت ازاي؟ يعني لما يقول لك لا يحرم، طب معناها يعني بقيت الكراهه ولا بقى حلال 100%، حلال بلال؟ هي خلاف يعني. يبقى وكذا خريطه وصندوق فيهما مصحف بخلاف ما لم يكن فيهما فانه لا يحرم مسهما، ويحل حمله في امتعه. يحل حمل المصحف في امتعه، يعني في ايه؟ في شنطه السفر بتاعتك تحطه، مفيش مشكله. اي معها، يعني مش شرط شنطة السفر، ساعات يبقى معاك شنطة كده صغيرة بتحط فيها بطاقتك والباسبور بتاعك، وتحط معاها مصحف والقلم بتاعك، فهمت ازاي؟ وتشيلها كده، يجوز حتى ولو بغير وضوء، ولو الأمتعة قليلة، ولو حطيت إبرة خيط، تقول أنا هحط في الشنطة دي مصحف وإبرة خيط، علشان لو اتقطع. كان زمان العلماء باستمرار يشيل معاه إبرة خيط ملضومة، عشان لو هدومه اتنتشت واتقطعت فتظهر عورته يقوم يخيط الحته دي ويصلي في اي مكان. فكان باستمرار، ونص عليها الصوفيه، يقول لك من سافر وليس معه خيط وابره يبقى مجازف، قد يتعرض الى ان ايه، ان يصلي وعورته مكشوفه. كانوا زمان يحط لازم، دي اساسيه. انت ممكن وانت مسافر وهدومك عادي تشبك في مسمار، مش تحصل؟ تبص تلاقي ايه، بنطلونك او ثوبك اتقطع من فوق ايه، فخذك. يبقى ساعتها في الحاله دي لو معاك خيط وابره تروح مسرجها كده ومصلي الظهر ومصلي العصر لحد ما تروح بيتك، تبقى تغير، مش مشكله. فايه، فعشان كده كان زمان العلماء اللي بيهتموا بصلواتهم تلاقيه باستمرار معاه ابره وخيط شايلها معاه. واخد بالك؟ فلو حط الابره والخيط دي في محفظه صغيره وحط معاه مصحف يبقى في متاع ونحو، كان المصحف في متاع ونحو، حتى ولو ابره، حتى ولو ابره. فهمت ازاي؟ لا، الطرق الصوفيه دي، الطرق الصوفيه سلوك، والمذهب فهم للدين. يعني انت دلوقتي فهمت الدين بتاعك، طيب اما اجي انفذ ديني بقى
في الحياة أحوله إلى سلوك يجي لك الطرق الصوفية بقى. فهمت ازاي؟ يبقى الطرق الصوفية سلوك وأدب، والفقه فهم. ازاي انا الفهم ده هنفذه؟ فهمت ازاي؟ ادي المساله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كويس؟ اهو أه ده علمه، علمته. طب ازاي تنفذه في حياتك؟ يجي واحد من العلماء الطيبين الصوفيه كان تاجر، فبيقول: ما ندمت من عمل مثل قولي الحمد لله، صمت بعدها 40 عاما اكفرها. على كلمة الحمد لله؟ على كلمة ليه بقى؟ قال: لأني كنت جالس في المسجد فقيل لي السوق احترق، فلما قالوا لي السوق احترق إلا دكانك قلت الحمد لله، فتذكرت أن رسول الله قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلم أحزن على جواري جيراني، فلما قلت الحمد لله أنبني ضميري، فصمت لها 40 عاما حتى أكفرها. يبقى ده اسمه سلوك بقى، عشان يحول بقى الحديث ده الى عمل. فهمت المساله بقى؟ وعشان كده تجد الطرق الصوفيه تتعدد ومذهبها واحد، ممكن تلاقي 1000 طريقه ومذهبهم شافعي، لان المذهب فهم والطريقه سلوك. فهمت الفقر؟ يبقى بيقول: ويحل حمله في امتعه، اي معها، ففي بمعنى مع، ويحل حمله في أمتعة أي مع أمتعة، يبقى في هنا بمعنى مع. فالظرفية ليست قيدا، وكذلك الجمع ليس قيدا، فيكفي المتاع الواحد ولو صغيرا جدا كالإبرة، فيكفي المتاع الواحد ولو صغيرا جدا كالإبرة، كما قاله الرملي ومن تبعه. وقال الشيخ الخطيب: لابد أن يصلح للاستتباع عرفا، ويحمله معه معلقا حذرا من المس، وإلا حرم عليه، حيث عدم عد ما حيث عد ما سأله حتى عد ماسا له عرفا. ايوه، يعني بيقول لك مثلا لو كان ولا بد يبقى يعلق المصحف في ايه، في الشنطه، عشان لما يجي يمسك الشنطه يبقى ماسك الشنطه بس والمصحف بتعلق، لو قدر يعمل حاجه زي كده. ما قدرش خلاص. ويشترط كمان علشان يحل حمله في امتعه ونحوه الا يقصد المصحف وحده، لكن يقصد المصحف ومعه المتاع، او لا يقصد شيء، مش قاصد، هو متعود ما يخرجش الا في ايده الشنطه دي، والشنطه دي من ضمن مكوناتها حاطط المحمول وحاطط المصحف وحاطط قلم وحاطط بطاقته ورخصه العربيه، والحقيقه دي شنطه بتاعته معروفه، ما يخرجش الا وادي في ايده، يبقى خلاص بياخدها حتى بدون قصد، يبقى يجوز، ما فيهاش حاجه. خدت بالك؟ ويشترط ألا يقصد المصحف وحده بأن يقصد المتاع أو يطلق. يطلق يعني ما يقصدش حاجة. فلو قصد المصحف وحده حرم عليه، ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملي، ويحرم عند ابن حجر كالخطيب، الخطيب الشربيني وابن حجر قال لو قصدهم الاثنين مع بعض غلب التحريم احتياطا لإيه؟ لحرمة المصحف. لو قصدهم الاثنين مع بعض غلب التحريم احتياطا، ده رأي ابن حجر الهيتامي والخطيب الشربيني، لكن الرملي قال لا، لو قصدهم معا تيسيرا يبقى ما يجراش حاجه، يبقى الامر ده فيه خلاف. وفي تفسير اكثر من القران، وفي دراهم ودنانير وخواتم يجوز حمل، يبقى يجوز حمل المصحف لو كان معاه تفسير اكثر من القران، وكذلك دنانير. كان زمان في دنانير في مصر اسمها الدنانير الاحديه، كان مكتوب عليها قل هو الله احد، فسموها الدنانير الاحديه ايام المماليك، وفضلت فتره طويله من الزمن يتعامل بها الناس، واخد بالك؟ فقال لك ممكن ايه يشيلها في دنانير احاديه، واخد بالك؟ يعني المكتوب في 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 العمله، افرض كتبوا لك على العمله مثلا لا اله الا الله، لا اله الا الله ده لفظ القران، فاعلم انه لا اله الا الله، ده جزء من ايه، مش كده برضه؟ سوره محمد، سيدنا محمد كده، فاعلم انه لا اله الا الله، فلا اله الا الله دي لفظ قراني، فلو كتبوا لك لا اله الا الله على عمله يجوز حملها خلاص حتى لو مش متواضع. فهمت المساله؟ وفي تفسير اكثر من القران اي يقينا، بحيث تكون متاكد ان التفسير اكثر من القران فعلا،
لو متاكد ان التفسير اكتر من القران، ده تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تلاقي التفسير كلام كتير قوي والقران قليل، يكتب لك سطر واحد وعليه صفحه كلام، مش كده برضه؟ يبقى يجوز. اما اذا كان التفسير اقل، لو كان التفسير يدوب كلمه ومعناها، كلمه ومعناها، يسموه غريب القران، يعني يدوب كلمه ومعناها، زي تفسير الشيخ حسن المخلوف، واخد بالك ازاي؟ زي تفسير تفسير الجلالين، قالوا انه مش متاكدين هل هو مساوي ولا ازيد، وعشان كده قال لك تفسير الجلالين تحاول برضه ما تشيلش المصحف بتاعه، لان ما عدهوش. قال لك لو عدنا يمكن تلاقي يفرق كلمه ولا اتنين، فاحنا احتياطا ما تشيلوش. اي يقينا. اما اذا كان التفسير اقل او مساويا او مشكوكا في قلته وكثرته فلا يحل. والورع عدم حمل تفسير الجلالين. قال لك الورع اهو، الورع يعني الاحتياط، لان احنا مش متاكدين تفسير الجلالين اكتر شويه ولا مين الجلالين؟ جلال الدين المحلي الاول بالترتيب كده، وبعدين جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلي الاسناوي ده من اسنا، جلال الدين المحلي ده من علماء الشافعيه، وعمل تفسير قران ابتدى من سوره الناس وماشي بالعكس كده لحد ما وصل للكهف ومات ما كملوش، اسمه جلال الدين المحلي، علامة كبير. قال جلال الدين السيوطي بعديه بحوالي 200 سنة، بعديه ب 200 سنة، اسمه جلال برد، جلال الدين السيوطي، راح مكمل على نفس النمط بتاع شيخه، لأن يعني ده شافعي وده شافعي، وكمل بقى من الفتحة لحد الكهف، فكمل، فسموه تفسير الجلالين، فهمت؟ فلما بتقرا من الفتحة لحد الكهف بيبقى ده كلام جلال الدين السيوطي. ومن وسط الكهف كده للاخر يبقى ده جلال الدين المحلي، سموه تفسير الجلالين. ما هو بيقول لك اصل هي بيعتمد برضو على حجم الايه؟ حجم الكدر الخط. فلو كتبت انت خط المصحف كبير وخط التفسير صغير هيبقى القران فيه بارز. فلما تيجي تشوفه يبقى واخد مساحه اكبر. فهل هي الاعتبار باللفظ ولا الاعتبار بالحجم ولا الاعتبار بالمساحه؟ عشان كده قال لك الورع ما تشيلوش. فهمت ازاي؟ لان قد يكون الاعتبار باللفظ فيبقى ما يهمنيش الحجم الحرف اللي هو كدر الخط نفسه. وقد يكون الاعتبار بالمساحه فالمصحف واخد مساحه اكتر، وقد يكون الاعتبار بالايه؟ بالعدد الكلمات. خدت بالك؟ فهي باي اعتبار ما نعرفش. هو الاعتبار اننا نحترم المصحف. فانت لما تحس ان الحكايه كده تورع احسن، لان هو المقصد الاول احترام المصحف. انا رايي بقى المصحف اللي هو مكتوب كده في صفحه لوحده وعلى هامشه التفسير اذا كثر لك ان تلمس الهامش، لكن ما تحملوش. ده اجتهاد انا، واخد بالك ازاي؟ ابن كثير مش عاملين كده، لا ده كاتبين المصحف الكلام في وسط المصحف في وسط الكلام. برضو على اعتبار ان التفسير اكتر من المصحف. والورع عدم حمل تفسير الجلالين لانه وان كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين او اكثر، وانما لم يحرم المساو. والمشكوك في كثرتي وقلتي في باب الحرير. قال لك لكن في الحرير المسألة مش كده. انت في الحرير احنا عارفين ان الحرير حرام على الرجال لبسه. طيب لو كان حاجة داخل فيها حرير، لو كان اللي داخل في الحرير اكتر، الحرير اكتر يحرم، لو الحرير اقل او مساوي او مشكوك يحل. طب اشمعنى في المصحف؟ قلنا بقى المصحف لا، لو كان مشكوك او مساوي يحرم. قال لك لان باب الحرير مبناه التوسع، لانه يحل للرجل في ظروف ويحل للمراه مطلقا، لكن المصحف حكمه واحد للرجل والمراه، فيبقى المصحف الكلام فيه على الشده وعلى الاحتياط الاكثر. اما الحرير فقد يحل للرجل في ظروف اذا كان مثلا ايه شده برد، انا هبقى متلج وما عنديش الا لحاف حرير وهموت من البرد، هعيا اتغطى بيه مضطر. فهمت ازاي؟ او واحد عنده مرض جلدي حساسيه يلبس اي قماش غير الحرير يجي له حكه وهرش، يبقى يلبس الحرير لانه جربان، او عنده اكزيما، ما قال لك كده للاقرب او اللي عنده حكه. فهمت ازاي؟ يبقى له ان يلبسه.
يبقى ما تلاقي واحد لابس حرير تقول لعله جربان، لعله عنده اكزيما، ما تقولش عليه فاسق، يعني التمس له عذر. فهمت ازاي؟ كان عندنا مدير مستشفى يلبس القمصان حرير، فكانوا عندنا الدكاتره زعلانين منه قوي، الدكاتره المتدينين يعني، قلت لهم لعله جربان او عنده اكزيما، قعدوا يضحكوا. قعدوا يضحكوا. يعني المهم انك انت تلتمس له عذر، يا ما تخلوش عاصي يعني فاسق. فهمت ازاي؟ ما هو انت اما يبقى جربان وطائع مش احسن ما يبقى فاسق؟ مش كده برضه؟ طيب. وانما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرته وقلته في باب الحرير لانه اوسع بابا، بدليل انه يحل للنساء بل وللرجال احيانا في الحرير يعني في بعض الاوقات. والعبره في الكثره افرض راجل عورته باينه وما عندوش حاجه يسترها الا ثوب حرير، نقول له البسه وصلي، صح ولا لا؟ ولا هيصلي يعني عورته باينه؟ يبقى يحل للرجل احيانا، مش كده؟ طيب. والعبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير والمنظور إليه جملة القرآن. يعني العبرة إن يبقى إيه؟ الخط ما يبقاش خط عثماني كدر مصحف واضح كده. لو كدر مصحف واضح كده يبقى خلاص بقى. إنما لو مكتوب بنفس كدر الخط التفسير يبقى الكلام فين. فهمت المسألة بقى؟ والمنظور إليه جملة القرآن المجموع يعني بإجماله، والتفسير في الحمل كما هو فرض كلامي، واما في المس كل الكلام ده في الحمل. طب في المس ما احطش ايدي بقى على السطر المكتوب عليه مصحف وانا مش متوضي، ده في المس، لكن ممكن احط ايدي على السطر اللي ايه اللي مكتوب تفسير. فهمت؟ بس ده في المس. واما في المس فان مس الجمله فكذلك، والا فالمنظور اليه موضع وضع يده مثلا، وفي دراهم ودنانير اي كالاحديه وهي المكتوب عليها قل هو الله احد، وقول وخواتم وكذا ثياب، يعني ساعات واحد في خاتم كده يبقى كاتب آية قرآن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين مثلا، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين، يكتب كده يلقها على الخاتم ويلبسه، أو ده قرآن، يمكن يجوز، يجوز في مثل هذه الأشياء. ويحل لبس الثياب التي نقش عليها شيء من القرآن، يبقى لو كانوا جابوا له قميص كده علشان إيه ما يتحسدش مكتوب عليه قل أعوذ برب الفلق، واخد بالك؟ عشان بيتحس، واد نجمه خفيف مثلا، ما بيعيش لهمش عيال، اي حاجه بقى، ما الناس انت عارف بقى بيعملوا ايه، فراح لبسوه القميص وفي قران مكتوب له ان يلبسه. ويحل لبس الثياب لو كان هيطرطش نجاسه عليه، لو طرطش نجاسه، لكن لو في لو مطمئن ان مش هيجي له عليه نجاسه ما يقلعوش. ويحل لبس الثياب التي نقش عليه شيء من القران، والنوم فيها ولو للجنب كمان طالما ثياب. ويكره كتابة القرآن على السقوف والجدران زي اللي موجود في المصاحف في المساجد كلها الوقت، لكن عملوها مع الكراهة، قال لك للضرورة لأن الضرورة أزلت الكراهة، واخد بالك؟ قالوا لك امال هنكتب هنسيب يعني جدار المصحف جدار المسجد كده من غير أي حاجة، فاتفق العلماء على كتابتها بالرغم كراهتها، واخد بالك؟ لكن هي حكمها مكروه برضه، مكروه. حتى الوهابية بيكتبوا الآيات دي على في مساجدهم، بس يتجنبوا ذكر سيدنا محمد، مش عارف ليه. تخش مساجد الوهابية واخد بالك تلاقي حتى القبلة يكتبوا الله الله، ما يكتبش الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش عايز يشوف اسم محمد كده، ليه؟ مش عارف. أنا لاحظت الحكاية دي في مساجد كثيرة، واخد بالك؟ حتى المساجد القديمة لما جم جددوها كان زمان مكتوب الله محمد وبعدين ايه ابو بكر عثمان علي، مش كده برضه؟ عمر علي الخلفاء الراشدين كانوا يكتبوها كده حتى في القبله، لما يجددوا يتمصوا ده كله يروح كاتب لك الله الله ويشتم، مش عايز يشوف اسم محمد، ليه يا ابني؟ مش عارف، بقت ملحوظه علامه، لدرجه اما عملنا المسجد ده عشان نتميز عنهم رحنا عملنا اللي انت شايفه ده علشان نرجع بقى لاصله، ارجع لاصله، فبقت علامه عندهم. ويكره كتابة القرآن على السقوف والجدران ولو كان للمسجد، وكذلك كتابته على الطعام ونحوه، يعني ما يجيش مثلا ايه تكتبه كده على حاجة، في بقى واحد يقول لك جابوه مثلا صيني كده مش عارف بيكتب ايه على الرزاية، حباية رز واحدة يكتب لك عليها صور قرآن، لا احنا نقول لهم كده ما يليقش،
اولا تصغير وده، وبعدين ده هيجي ياكلها ربما ما يندغهاش فتيجي تلاقي النجاسه في البطن وهي مكتوب عليها القران كده، هينبني عليها مشاكل. فهمت؟ ها؟ يعني وفيها برضو نوع التصغير ده فيه استهزاء فما يليقش. وكذلك كتابتي على الطعام ونحوه، ويجوز هدم الجدار الذي كتب عليه شيء من القرآن. افرض الجدار اللي انت كاتب عليه القرآن عايز تهده، هد بلا حرج، ما يجراش حاجة، يجوز عشان تبني غيره يعني او توسع او حاجة، ما فيهاش مشكلة. واكل الطعام كذلك، ولا يضر ملاقاتي لما في المعدة لان ملاقاتي له بعد انمحائه، بخلاف ابتلاع قرطاس عليه شيء من القرآن أو اسم الله تعالى. قرطاس يعني ورقة أو جلدة مكتوب عليها بحيث لو بلعتها ما بتندغهاش فتنزل وعليها اسم الله فتلاقي النجاسة، يبقى كده حرام. فإنه يحرم لملاقاته لما في المعدة بصورته، فإن أذابه بماء ثم شربه لم يحرم. ولا يكره كتابة شيء من القرآن في إناء ليمحى بماء ثم يسقى للشفاء، خلافا لما وقع لابن عبد السلام. كان زمان يكتبوا بعض ايات الشفاء كده بزعفران باي حاجه غير سامه يعني، مش بحبر، لان الحبر لما تشربه سم، فيكتبها بحاجه كده وبعدين بعد كده يروح ايه غسلها ويشرب ميتها بنيه الشفاء. قالوا يجوز مثل هذا، لكن ابن عبد السلام قال برضه لا ما ينفعش. ابن عبد السلام ايوه لما وقع لابن عبد السلام أي. ويكره كتابة التميمة وتعليقها إلا إن جعل عليها شمعا أو نحو. يعني التميمة اللي هو الحجاب، المصريين يقول لك اللي يعمل الحجاب مش كده برضو، يبقى لو كتبها يحط عليها طبقة شمعية كده أو كيس نايلون أو حاجة علشان لما يجي عليها نجاسة ما تأثرش يقدر يغسلها، أو قاذورات ولما يجي عليها مية ما تمحيهاش فتشوهها، يبقى ساعتها يحط عليها طبقة شمعية، يعمل عليها أي حاجة بحيث يحميها. ويكره كتابة التميمة وتعليقها إلا إن جعل عليها شمعا أو نحوه. ويكره إحراق خشب نقش عليه شيء من القرآن إلا إن قصد صيانته، يبقى لو خشب محفور عليه قرآن يكره حرقه إلا لو قصد صيانته، لأنه خلاص إدم وملوش استخدام وعايزين مش مقول هنسيبه كده العيال تدوس عليه ولا نرميه. فيبقى لو قصد صيانته كما فعل سيدنا عثمان في ايه؟ في تحريق المصاحف. سيدنا عثمان بعد ما كتب مصحفه جمع جميع المصاحف الثانيه وحرقها، مش كده برضه؟ الا ان قصد صيانته فلا يكره، وعليه يحمل تحريق عثمان المصحف. ويحرم المشي على فراش او خشب نقش عليه شيء من القران، ما تمشيش بقى على حاجه منقوش عليها شيء من القرآن. ولا يجوز تمزيق الورق المكتوب عليه شيء من القرآن ونحوه. يعني ساعات تلاقي ايه ورقة كده مكتوب عليها قرآن وانت مش عايزها، ففي بعض الناس يمسكها يمزقها يقطعها حرف حرف كده، ده برضو يحرم. وبعض الناس قالوا يكره، والاحسن انك تجمع الورق ده وتحرقه احسن، وما ترميش رماده في نجاسة كمان، يعني الرماد المحروق ده ما ترموش ايه في الحمام في الكابينيه يعني في النجاسات. ايوه. في يعني واحد دخل كده بعض المكتبات رسمين كده على الارض علم اسرائيل وكاتبين اسرائيل. لا ما احنا قلنا لهم غلط كده. ده انا قلت له ده هنا مكتبه هنا في المقطم. لا غلط، يكتبوا يهود. قلت لهم ولا بد لغوها واكتبوا يهود. لان اسرائيل ده اسم نبي. اسم نبي سيدنا يعقوب. فهو اسم كريم مشرف. وما تقولش لعنة الله على إسرائيل، تقول لعنة الله على اليهود. ما تقولش إسرائيل لأن ده اسم نبي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، مش كده برضه؟ ده اسم سيدنا يعقوب. لا احرقها أحسن. لا أبدا الحرق أحسن. ليه؟ لأنك عندك أنت سنة الخلفاء الراشدين المهديين عملوا كده، مش كده برضه؟ بس. ولا يجوز تمزيق الورق المكتوب عليه شيء من القرآن ونحوه لما فيه من تمزيق الحروف وتفريق الكلمات، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. ويكره قراءة القرآن بفم متنجس. يكره قراءة القرآن بفم متنجس. يعني إيه فم متنجس؟ يعني واحد شارب خمر وما سكرش، حرام
عايز يقرا قران نقول له اتمضمض، عايز يصلي نقول له اتمضمض، لان شرب الخمره ما ينقضش الوضوء. هو حرام صحيح وكل حاجه ومصيبه كبيره، لكن ما ينقضش الوضوء الا اذا زال عقله، فهمت؟ يبقى ساعتها علشان يصلي نقول له اتمضمض، عايز يقرا قران اتمضمض. طيب اللثه بتاعته بتخر دم، عنده مرض برضه بقت فيه نجاسه، يبقى فمه فيه نجاسه، فهمت ازاي؟ نقول له اتمضمض قبل ما تقرا القران، واتمضمض قبل ما تصلي. فاذا قرا القران وفي فمه النجاسه يكره، وان كان في الصلاه تبطل. واضح؟ يحرم وتبطل. المدخن السيد عبد الله بيقول المدخن، هل التدخين نجس ولا طاهر مستقذر؟ ما اعرفش، لان اللي صنعوا الدخان اختلفوا. ناس بيقول لك التبغ ده بيضيفوا عليه نوع من الخمور علشان تديله نوع من النكهه، واخد بالك؟ يعني قالوا كده، ده قالوا كده، قالوا النكهات الدخان المختلفه بسبب اضافه بعض الخمور عليها، فهي دي اللي بتديها النكهه، والخمر نجس، فصار التبغ متنجس. فاذا كان على هذا يبقى الدخان اللي طالع منه، واخد بالك، مع اختلاطي بالريق قد ينتج عنه نجاسه، يبقى يتمضمض، واخد بالك؟ ولو كان هذا القول اشاعه يبقى طاهر، واخد بالك؟ عشان كده بقول لك ما اعرفش يقينا، لكن اللي اعرفه ان المسلم يحاول يتجنب مثل هذه العادات السيئه ويبطل الكلام الفارغ ده، وانه ما يحطش علبه الدخان في جيبه وهو بيصلي لحسن يبقى حامل نجاسه، لانه اذا صلى وهو حامل النجاسه تبطل، واحنا مش متاكدين هي التبغ ده نجس متنجس يعني ولا مش متنجس، يبقى ساعتها يروح شايل ايه علبه السجاير حاططها على الارض ويصلي يطلعها من جيبه يعني، فهمت؟ بيقول سمعت يعني مش متيقن، يبقى طالما الامر كده الواحد يحتاط، واخد بالك؟ يبقى المسلم يحتاط لدينه ليبرأ بدينه وعرضه، يبقى ما فيش داعي. يبقى لو كان ابتلي بالدخان نقول له اتمضمض احتياطا، ولو هتيجي تصلي حط العلبه بعيده عنك وانت ايه بتصلي. ويكره قراءه القران بفم متنجس، وكذلك قراءه العلم، وكذلك كتب العلم زي الحديث وزي الفقه وزي كتب الصلوات على النبي والذكر، كل الحاجات دي. واما كتابتها بالنجس فحرام، واما تكتبها بحبر نجس وحرام، مصنع يعني من ماده نجسه يبقى حرام. ويندب للقارئ التعوذ للقراءه، هيجيب لك اداب بقى قارئ القران يعمل ايه، هيقول لك في الاخر كده لاخر حاجه. ويندب يعني يستحب للقارئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والترتيل والبكاء عند القراءة، فإن لم يقدر على البكاء فليتبكى. يتبكى يعني إيه؟ يعني يبقى بخشوع ويحاول يتدبر كده، حاول يقول لنفسه اختشي بقى، اخشع بقى الكلام ربك، يعني يحاول إيه يأدب نفسه لو هو مش مؤدب من نفسه. والأفضل قراءته نظرا في المصحف، والافضل هل يقراه من حفظه ولا حفظه مع النظر في المصحف؟ قال لك من الحفظ والنظر في المصحف يبقى عبادات متعدده يبقى افضل، الا لو كان قراءتي من حفظي فيها تدبر اكتر يبقى العبره بالتدبر، او ان قراءتي من المصحف باستمرار للحافظ هتجعله ينسى ويفقد قدرتي على ايه، على استعاده الايات وتعلمه الكسل، يبقى نقول له لا اقرا بقى من حفظك احسن، لان المحافظه على المصحف، نسيان المصحف كبيره، نسيان ما حفظه كبيرة، والنظر وقراءة المصحف من الحفظ بغير نظر، واخد بالك ازاي، خلاف الأولى، فارتكاب خلاف الأولى إن كان يؤدي إلى تجنب الكبيرة وهي النسيان يبقى يعمله، فهمت بقى المسألة؟ والأفضل قراءته نظرا في المصحف إلا إن زاد خشوعه في القراءة عن ظهر قلب فتكون أفضل في حقه. ويندب ختم المصحف على طول، يبقى ليك ورد كده تختم المصحف مره كل شهر، كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 10 ايام. ويندب ختمه اول النهار او الليل، يعني يختمه مع الفجر يختمه مع المغرب، يستحب كده يعني يخلي ميعاد ختمته، يستحب يخليها في الايه، في اول النهار مع الفجر او مع المغرب.
وأن يكون يوم الجمعة، ويحاول يخلي ختمته برضه يوم الجمعة لشرف هذا اليوم، عشان يجتمع الشرف كل شرف القرآن وشرف ختم القرآن وشرف الزمان، واخد بالك، وهكذا. أو ليلتها، ويسن الدعاء عقبه، لأن عند ختم القرآن الدعاء مستجاب، يسن الدعاء عقبه وحضوره. ولو ما كانتش ختمتك تحضر، هذه معنى حضوره، يعني حتى لو ختمت يبقى كان لما يبقى حد في البيت بيختم القرآن يلم البيت كله حواليه عشان يحضروا كلهم ويدعوا، أو يدعوا أصدقائه. حتى الناس العوام عند المصريين معروفين، لما تيجي تروح تكون معزوم عند حد أكل يقولك إيه، هو في ختمة؟ لأنه كانوا زمان عند كل ختمة ختمة قرآن يدعوا بعض ويدعوا ويأكلوا. فارتبط في ذهن الناس اجتماع الناس على الطعام معنا ختمة، مش كده برضو؟ ليه؟ لعادة الأباء والأجداد. قبل كده كان الأباء والأجداد يجتمعوا عند ختام القرآن، كل واحد عارف ختمة، يقولك ختمة الحج فلان يوم الخميس، وختمة الحج علان يوم الأربعاء، وختمة الحج مش عارف ايه يوم الثلاث، تلاقي كل يوم رايحين بيدعوا ويأكلوا وشغالين. فهمت ازاي؟ كانوا بيعملوا الحكاية دي. ويسن الدعاء عقبه وحضوره والشروع في ختمه في ختمة أخرى بعده. وبرضو لما توصل لصورة الناس يسن، يستحب أنك تبتدي في الختمة الجديدة في نفس الوقت، تروح إيه قاري الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، علشان يبقى أنت إيه الحل المرتحل، الحل المرتحل. ويتأكد صوم يوم ختمه، ولو يوم ختمتك تصوم أحسن، عشان يجتمع الصيام وإجابة الدعاء مع الصيام وإجابة الدعاء بعد القرآن وختم القرآن، كل دي أسباب لإيه؟ لأنك أنت تحصل إجابة الدعاء. يبقى ويتأكد صوم يوم ختمه، ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه، ويندب كتابة المصحف. يعني حاول مرة كده لو كان خطك حلو تكتب مصحف، كان زمان ما فيش مطابع، فكانوا الناس ساعات يستلفوا مصاحف بعض، لأن مش كل واحد يتيسر ليه يبقى عنده المصحف. فيندب، يستحب إذا كانت عندك قدرة إنك تكتبه أحسن، واخد بالك، ويندب كتبه وإيضاحه، وتكتبه بخط واضح، ونقطه وشكله، وتحط النقط والشكله، وكثرة تلاوته وهو في الصلاة لمنفرد أفضل منه خارجها. يبقى لما تقرأ القرآن في صلاة لمنفرد، ليه قالك لمنفرد؟ حتى لا تطيل على الجماعة يعني، إلا بإذنها، لو كانوا ما يتضايقوش خلاص. أفضل منه خارجها، ونسيانه أو شيء منه كبيرة، أو نسيان القرآن أو شيء من القرآن كبيرة، أي من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى أشد عذابا ممن أوتي شيئا من القرآن فنسيه. وعشان كده تلاقي أهل القرآن باستمرار مهمومين بوردهم طول النهار، قاعد يراجع، وكل ما يراجع يخلص القرآن يرجع تاني يراجع، ولما يتأخر يقول آية وردي آية وردي، كأن ورده بيوجع، واخد بالك ليه؟ مهموم على طول. فهمت ازاي؟ ويسن ان يقول انسيت كذا، ويسن ليه ما يقولش نسيت، يقول انسيت. الرسول قايل كده في حديث مشهور، بئس الرجل ان يقول نسيت كذا ولكن يقول نسيت، واخد بالك، فيقول انسيت علشان ما ينسبش لنفسه يعني، لان ما ينسب لنفسه التقصير يبقى فيه جرأة يعني، واخد بالك. يعني يقول معلش ده أنسيت يعني غصب عني يعني، يعني أنا لا أتعمد يعني، من باب الأدب مع المصحف يعني. ويحرم تفسير القرآن والحديث بلا علم. يا كل واحد قاعد يتكلم دلوقتي بالقرآن، يبقى بياخد نفس من الشيشة وهو بيطلع الدخان يفسر آية، وياخد نفس تاني ويفسر الآية التانية، حرام، فعش حرام كده. ولا الحديث ولا كلام في الدين. كل الناس دلوقتي بتتكلم في الدين، كل الناس دلوقتي بتفتي، كل الناس دلوقتي بتعدل على المفتي، كل الناس دلوقتي مش عاجبهم شيخ الازهر، كل الناس مش عاجبهم العلماء. الله، امال عاجبك مين يا ابني؟ ولا عاجبه نفسه. الله، امال ايه هنعمل ايه يعني؟ يعني اولى الناس بحسن الظن هم العلماء، تحسن الظن بهم على الاقل يعني. ان لم تحسن الظن بعلماء الدين، امال هتحسن الظن بمين؟ بعوام المسلمين. يعني الذي لا يحسن الظن بعلماء المسلمين يبقى من باب أولى لا يحسن الظن بمسلم أصلا، لأن علماء المسلمين دول اللي حاملين القرآن وعارفين السنة. فلما تلاقي فيهم بعض التقصير اللي انت مش فاهمه تقول لعل انه يقصد كذا، لعل انه هو بيفتي فتوى متعلقة بالزمن ده بس،
لكنها مش هي دي حكم الله، لعله مضطر لانه شايف ان المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الصغرى، يعني اي حاجه تلتمس له عذر حتى ولو كانت فتوته ظاهره البطلان، لانه ما الزمكش بفتوته. مش كده ده هو بيقول رايه، فيمكن رايه ده بيقوله لان شايف ان المصلحه كده الوقت، ولو تغيرت الاحوال هيقول غير كده، يبقى ما تلتمس له احسن. مش كده برضه؟ نقش على كل منها قرآن، بيقول لك على الخاتم يعني وعلى التميمة وعلى الدراهم كل دي، أي من الدراهم والدنانير والخواتم، وفي نسخ كل منهما وهو تحريف، ولا يمنع المميز، أي لا يمنعه وليه بخلاف غير المميز، فيمنعه وليه لئلا ينتهكه ما لم يكن ملاحظا له. بيقول ولا يمنع المميز المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم. ابنك اللي بيروح الكتاب مميز لكن لسه ما بلغش، فهمت؟ يعني واد عنده 6 سنين 5 سنين 7 سنين 8 سنين رايح جاي، ما تمنعوش انه يمس اللوح اللي بيحفظه هو بتاعه هو بس، فهمت ازاي؟ لضرورة التعلم او لضرورة الدرس، لكن ما يمسش لوح زمايله، فهمت ازاي؟ لانه هو الضرورة والضرورة بتاعته بس كفاية كده. لكن افرض هو درس وحافظ الايات دي ما يمسش لوحها بقى، لكن يمس اللوح اللي فيه الايات اللي بيحفظها، واللي حفظها ما يمسهاش، ترجع للاصل، فهمت المسألة؟ دي اخر حتة يعني ونخلصها ان شاء الله. ولا يمنع المميز اي لا يمنعه وليه وشيخه برضه اللي بيقدمه بخلاف غير المميز، غير المميز اللي هو الطفل اللي ما يعرفش ايه يعني ما يضره وما ينفعه، يعني ما عندوش تمييز، تقول له بتاكل بايدك ايه يا ولا؟ يقول لك مش عارف، يبقى ده غير مميز. فين ايدك اليمين؟ يدي لك الشمال، يبقى ده غير مميز. فهمت ازاي؟ لكن لما تيجي تقول له فين ايدك اليمين؟ يقول لك اهي. كلت ايه النهارده؟ يقول لك. تقدر تحط ايدك في النار؟ يقول لك لا تلسعني. الله، ده واد مميز بقى، فاهم ما يضر وما ينفعه. فهمت ازاي؟ يبقى ساعتها ده المميز، ده هو ده الذي لا يمنع. لكن غير المميز تمنعه لانه مش هيعرف يحافظ، لانه ده مش ده سن تدريس ولا دراسه، مش هيعرف يدرس، لا بيقرا ولا بيكتب ولا بيعمل، ده يا دوب يقعد مع الشيخ يسمع كده ويكرر ورا الشيخ وخلاص، لكن ما تديلوش جزء عام. العيال بيجوا الصغيرين هنا عايزين ياخدوا جزء عام، غير مميزين يزعلوا. ما هو غير مميزين اعمل لهم ايه؟ هو الاحكام كده. نقول لهم يا جماعه كده، يقعدوا يعيطوا شويه، يعيطوا يتفلقوا ما يجراش حاجه، اما يكبروا هيفهموا. فهمت؟ لان غير مميز، انما المميز اديله عشان يحفظ. بخلاف غير المميز فيمنعه وليه لئلا ينتهكه ما لم يكن ملاحظا له. لكن غير المميز ممكن يديله ولي القران، واخد بالك، يمكنه منه مثلا ويلاحظه بعينه لحد ما يحطه على الرف، يعني يبقى ملاحظا له، لاحسن ياخده في حته يوسخه يقطعه كده. وخرج به، خرج بكلمه المميز البالغ، البالغ ده اللي هو ايه؟ اكبر شويه، يعني بلغ الحلم، فانه يحرم عليه ذلك مطلقا، وان تعذرت عليه الطهاره دائما برضه، وان تعذرت عليه الطهاره دائما برضه يحرم عليه مطلقا طالما بلغ مكلف. ولا فرق بين الذكر والانثى وقول المحدث، اي أيوة ولو حدثا اكبر، وقول من مس مصحف ولوح، اي أيوة ونحوهما من كل ما كتب عليه قران لدرسه، وكان الاولى ان يقول من مس مصحفه ولوحه، عشان هي بتاعه هو مش بتاع غيره يعني، لان مصحف غيره ولوحه يمنع منه، لانه مالوش لازمه ان يمسك مصحف غيره على غير وضوء، فيحرم على الفقيه تمكين ولد محدث من مس المصاحف والألواح وحملها مع كونها لغيره كما يقع الآن. يعني كان أيامهم الشيخ في الكتاب يجيب واد من العيال المميزين دي يديله الألواح بتاعت العيال، ويقول له يا ولا وزعها على العيال، فبيقول لك اللي بيحصل الوقت ده كده حرام. ليه؟ لأنه هو بس يجوز لي على غير وضوء أنه يمس لوحه هو مش لوح غيره، لدراسة أي قراءة،
وقول وتعلم لو قال لدراسته او تعلمه بالضمير فيهما لكان اولى، مش كده برضو؟ فهمت المقصد؟ ليخرج دراسة غيره وتعلمه يبقى لا يجوز لدراسة غيره. والتعلم على وزن التفاعل كالتكلم، وهو عطف عام على خاص، وفي نسخة وتعليم على وزن التفعيل كالتكليم، وهي غير ظاهرة لأنه لا يجوز له ذلك لتعليم غيره. لكن أفتى ابن حجر بأنه، ابن حجر مش العسقلاني، ابن حجر الهيتام، بأنه يسامح لمؤدب الأطفال اللي هو الشيخ بتاع الكتاب يعني، الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الألواح لما فيه من المشقة، لكن يتيمم لأنه أسهل من الوضوء، فإن استمرت المشقة فلا حرج. وكل الحمد لله خلصنا أبواب الطهارة، ونقف على كتاب أحكام الصلاة بعد رمضان إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير. تفضل. لا، زيارة سيدنا محمد يجوز لغير متوضئ، لأن زيارة سيدنا محمد ليست صلاة، ده مطلق دعاء وتوسل بالنبي، واحنا قايلين الدعاء يجوز لغير المتوضئ والصلاة على النبي لغير المتوضئ، خد بالك بس. فله أن يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غير وضوء، ما فيهاش حاجة. والصحابة كانوا بتقعد مع النبي كثيرا على غير وضوء، مش كده برضه؟ ما فيهاش حاجة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.